للتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص بالشان السوري الاستاذ ياسر النجار. اهلا بكم استاذ ياسر الى استوديو الرافدين. يعني اهلا بكم. كيف ترى مخرجات الجوله 12 من مباحثات استانا؟ حياكم الله. لا جديد في هذه المحادثات، كما ترون يعني الاجتماعات كانت مطوله خلال يومين، هناك اجتماعات ثنائيه كانت ما بين المبعوث الأممي بيدرسون وما بين كل طرف على حدة من الضامنين من أجل إنجاز ما يعرف باللجنة الدستورية، ولكن في نهاية المطاف لم يكن هناك أي إنجاز. سعت روسيا إلى أن تقول أنه لا يزال من مسار أستانا يمكن أن يحقق بديل لتعطيل المفاوضات في ملف أو مسار جنيف، ولكن على أرض الواقع نجد أن هذا المسار مجرد يعني لقاءات، ولكن لا يوجد إنجازات في نهاية المطاف، لا يوجد أي إنجاز على أي مسار. كان هناك عدة مسارات ضمن هذا المسار، عدة ملفات، ولكن في النتيجة كان يعول على أن يكون هناك مخرجات حول اللجنة الدستورية بعد زيارة بيدرسون إلى دمشق. ونعلم جميعا أن روسيا ترغب إلى أن يكون هناك إنجاز على مسار اللجنة الدستورية بناء على ما يعرف بمقررات سوتشي، ولكن في نهاية المطاف وجدنا أن هناك لا يزال هناك خلاف. إذا مسار الأستانا لا يزال معلقا، شأنه شأن مسار في جنيف. نعم، الدول الضامنة أكدت ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الحكومة السورية على هذه الأراضي. إلى أي مدى ترى بأن نوايا إيران تتجه لوحدة الأراضي السورية بالحقيقة؟ يعني بتصوري هذا العنوان العريض كانت على طوال مسارات الأستانا في الأحد عشر يعني جولة سابقة، كان يعرض هذا البند على أنه كأنه كليشيه أو يعني بالمقدمة. لذلك أنا بتصوري انتهاك للسيادة السورية تكرسه إيران، تكرسه روسيا، وتكرسه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف هي عبارة عن مجرد يعني مقدمة بشأن أن تتلائم مع مقررات الأمم المتحدة، يقولون أن هناك دولة سورية، سيادة في الأراضي السورية، ولكن في نهاية المطاف نعلم أن إيران يعني تفعل ما يحلو لها في الأراضي السورية. هناك شبه إجماع من كافة الدول بما فيها روسيا الحليف لإيران على إخراج ما يعرف بالميليشيات الإيرانية أو المرعية من قبل إيران من الأراضي السورية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مخرجات. حتى إسرائيل تنتهك السيادة السورية وتحقق أهداف عسكرية، ولكن في نهاية المطاف كل يعني كل الدول تستطيع أن تفعل ما يحلو لها في سوريا إلا النظام وإلا المعارضة السورية على أرض الواقع، هم آخر ما يمكن أن يقدماه على خريطة الحل السياسي. نعم، مع فشل المفاوضات اليوم، يعني ألا يمكن القول بأن الجولة يعني استطاعت تحقيق تقدم من خلال التأكيد على نقطتي المعتقلين واللجنة الدستورية؟ بشأن المعتقلين أنا بتصوري مسار الأستانا خرق ما يعرف مصداقية هذا الملف عندما كان يطرح ملف المعتقلين على أساس أنه تبادل ما بين طرفين متكافئين لدى كل منهما نفس العدد من المعتقلين أو نفس الظروف في سبب الاعتقال. نعلم أن النظام السوري لديه في معتقلاته أعداد تتجاوز 500,000 معتقل، جلهم أسباب على أسباب وخلفيات مظاهرات واعتراضات على سلوك النظام في انتهاكات حقوق الإنسان. أما بالنسبة للمعتقلين الذي قد لا يتجاوز بضعة آلاف لدى المعارضة السورية، جلهم على خلفية أسرى من خلال معارك على الأرض. إذا لا يوجد تكافؤ ما بين معتقلي النظام من حيث العدد والمعتقلين المعارضة، وليس من حيث أيضا الأسباب الموجبة للاعتقالات، وبالتالي تكريس روسيا إلى آلية التبادل وبأرقام يعني متواضعة من رتبة العشرات، أنا بتصوري هذا الملف يعني لي أنه الغاية منه إغلاق هذا الملف على صعيد مسارات الأمم المتحدة أو مسارات حقوق الإنسان كملفات دولية. نعم، والزج فيه فقط ضمن مسار الأستانا. يعني أستاذ بشكل عام، أستاذ ياسر، يعني مع فشل المفاوضات السياسية، فشل هذه الجلسة، وأيضا مفاوضات سياسية كانت في عدة جلسات وعلى مدى عدة اجتماعات، هل برأيك من الممكن حل الأزمة السورية بالطريق السياسي؟ يعني بتصوري في نهاية المطاف الدول المتدخلة في الملف السوري والتي لها
يعني الدور الأمثل. أنا أتكلم في البداية على الضامنين لدى جنيف، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومن بعد الدول المتدخلة الإقليمية، إيران على سبيل المثال، تركيا أيضا، وأيضا بعض الدول العربية. أنا بتصوري في نهاية المطاف وكأن المعضلة هنا التوافق ما بين هذه الدول على آلية الحل السياسي في نهاية المطاف. الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تمارس القوة الناعمة من أجل إلقاء هذا النظام. في بداية الأمر تعلمون أن هناك الآن حالة حصار اقتصادية خانقة على مستوى البنى التحتية وتطوير المواد الأساسية والمواد يعني الأساسية على المستوى الوقود، على مستوى الغذائيات. الآن تعاني سوريا من آلية حصار ضخمة جدا. لو كانت هذه السياسة المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مورست على هذا النظام مع بداية الثورة، وجدنا أن هذا النظام سقط، ولكن كانت المعارضة في عافيتها. الآن المعارضة لم ولن تستفيد من هذا الوضع الضعيف الهش لدى النظام. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تملك آليات للحل، ولكن حتى هذه اللحظة هي تريد أن تتفاوض مع الدول المتدخلة في الملف السوري، إيران على وجه التحديد. الولايات المتحدة الأمريكية كان رسالتها واضحة، يجب على إيران أن تخرج من هذه المعادلة. أيضا الزج بإسرائيل من جديد على أن يكون لها دور ونفوذ بالتفاهمات مع روسيا، والضغط على تركيا أيضا على مستوى مناطق شمال شرق سوريا. إذا في نهاية المطاف المشكلة ليست عدم وجود يعني إمكانية للحل السياسي، ولكن عدم وجود إرادة للحل السياسي من قبل الضامن الأساسي والراعي الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ حتى هذه ياسر اللحظة. النجار، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، المتخصص بالشأن السوري، شكرا جزيلا لك.